تغطية جديدة تأتي حضراتكم من موقع صدى البلد، أهلاً بكم. تقلبات جوية ورياح وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية نشهدها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ظاهرة أخرى خطيرة وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد. فماذا عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة؟ وما هي التطورات التي ستحدث خلال هذه الفترة؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا، كما سنستعرض كذلك نصائح خبراء الأرصاد للمواطنين لمواجهة هذه التقلبات. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، وقالت إن انتهاء فصل الشتاء لا يعني انتهاء ظواهره، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الظواهر الجوية التي سوف نشهدها خلال هذه الأيام، وقالت إننا سنشهد غدا الجمعة نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة. ويسود السبت القادم شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ونصحت المواطنين بتوخي الحذر في حالة قيادة السيارة على هذه المناطق، وشددت أيضا على أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكون الشبورة المائية واتباع جميع التعليمات المرورية، لأن الشبورة تعد واحدة من أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وحركة الملاحة الجوية. كما سنشهد السبت فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة. أما الأحد القادم فسنشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30% و40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. بينما تنشط الرياح يوم الاثنين على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والثلاثاء سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. أيضا مشاهدينا الكرام، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، فسوف تشهد بعض المحافظات موجة من الاضطرابات والتقلبات في حالة الطقس. ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية. وحذرت من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام والأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد. وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فيه، فهناك هبات قوية للرياح متفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، شمال البحيرة الإسكندرية وبور سعيد. وأوضحت أيضا أن البلاد تشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، رغم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية. وتوقعت أيضا حدوث عواصف رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى مناطق من الظهير الصحراوي لمطروح شمال الصحراء الغربية. وتساقط أيضا أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض هذه المناطق. ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني أننا سنشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وذلك بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.
ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، ويكون حارا بشكل أكبر في المناطق الجنوبية. وأشارت إلى أن العكس تماماً سيحدث في فترة الليل، فمع الغياب التام لأشعة الشمس سنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة، وسيتجاوز فارق قيم الحرارة بين فترتي النهار والليل على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، والأجواء ستكون باردة ليلاً وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة سنشعر بالبرودة أكثر في المناطق الداخلية. لذلك على المواطنين عدم تخفيف ملابسهم لتجنب الإصابة بنزلات البرد. كما كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني، إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، حيث إن هذا التوقيت من العام فيه رياح الخمسين والتي قد يكون لها تأثير وتقلبات جوية وتكون المنخفضات الصحراوية. ولفتت إلى أن موسم الربيع تنتشر فيه الأمراض لوجود عملية التزهير وانتشار حبوب اللقاح، وهذا يؤثر بشكل كبير على أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العين. وقالت أيضا إن هذه الفترة تحتاج إلى متابعة مستمرة للنشرات الجوية، وخاصة للفئات السابق ذكرها، لمعرفة حالة الجو، مع أهمية ارتداء الكمامات والنظارات في حالة وجود تقلبات جوية. وحذرت كذلك من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرا لوجود تقلبات جوية وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، حيث يصل فرق درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم مشاهدينا الكرام: القاهرة العظمى 26 والصغرى 13، الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، مطروح العظمى 19 والصغرى 13، سوهاج العظمى 30 والصغرى 13، قنا العظمى 31 والصغرى 14، أسوان العظمى 32 والصغرى 15. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا ياسمين فتح الله، وإلى اللقاء.